أطلق الفنان عبد المجيد عامر كليباً جديداً بعنوان ساكنة روحي متغنياً بعدن. تم تصوير لقطات الفيديو في حوافي عدن العتيقة، كما تم اختيار أحد المنازل ذات الطابع العدني القديم مكان للتصوير. يحكي الفنان من خلال هذا الكليب حكاية الطموح العدني في الأزقة العدنية القديمة، سرد من خلال الكلمات حكاية بداية طموحه الفني وترجمها بصورة جمالية للمدينة وتفاصيلها، وحبكة درامية مثالية زادت الكلمات واللحن والموسيقى جمالا إضافيا. نشاهد.